اهلا، اقعد يا حمزه. اتفضل. قوم في السياحه حد قال لك اقعد؟ خير يا بحر. خير انت يا حمزه؟ ايه اللي عجره في دارك وما تعرفش عنه حاجه؟ ها؟ الواد ده جالنا منين؟ طقصت عليه وعرفت اصله فصله زي ما قلت لك؟ انت منين يا؟ اوعاك تقول لي من ارض الله. انا واعي الارض الله شبر شبر. انا حسن. حسن زين العطار. حسن زين العطار؟ ولد العطار كبير العطارين؟ ايوه هو. يا ايه اللي حصل؟ عمك صبري تعيش انت ازاي؟ ازاي؟ عبدالله، عبدالله اللي عملك ده. سامحني يا عم صبري، سامحني اني ما لحقتكش، سامحني اني انا ما كنتش موجود، سامحني اني ما جبتلكش عبد الله تحت رجلك، سامحني انك اتقتلت على ايدين ابنك، هجيب لك حقك، هجيب لك حقك، هجيب لك حقك من عبد الله يا عم صبري، هجيب لك حقك من عبد الله. هي دي الحكايه تقريبا، ومن يوميها وانا مطرود من الدار مش عارف ارجع، ومعرفش اي مكان تاني اروحه غير دكان عم حمزه كتر خيره. بقى الواد سميح كبر وعاد يعمل الحاجات دي كليتها. الله يرحمك يا زين، انت والشيخ سلامه. انت كنت تعرف ابويا كويس عم بحر؟ اعرفه، ده عشره عمري يا ولدي، كان بينا شغل كتير، ايش غنى وايش شعر، اللي بينا كان يملى كتب، بس كل واحد فينا راح لحاله، الدنيا فرجتنا. الأصيل لما يقابلك تلاقي طلبك سريع قبلك، اسأل اللي ابتلاه قبلك وقبل ما تبني أسس يا خال، أسس يا خال. بقول لك ايه، انا هساعدك عشان تاخد الدار وترجع حقك، وده عشان زين العطار ها وسميح يعرف مقامه، بس بشرط. عاش يا رجاله، عاش، تسلم يدكم. تؤمر بأي حاجة تانية يا كبير؟ هموا رجالة، هموا. عارفه من زمان وربيته، ما كانش هيخرج عن طوعي ابدا. كنت فاكر انني هعرف ربيك واعدلك في المهيله اللي انت ملتها. ياه
فعلا ما ربيتش راجل. خسارة، ألف خسارة. هو في ايه يا رؤية؟ زكريا فين؟ خالي صبري الله يرحمه الله يرحمه. خش اوضت وانا هبعت لزكريا واعرفه انك وصلت. وبعدين يا عم عبد القادر، كل لما يظهر شق يخش لنا منه النور يجي تراب المدافن يغطيه. استغفر الله العظيم يا ابني، لكل اجل كتاب، وده اجل عمك صبري الله يرحمه. الله يرحمه. بس عبد الله هو اللي استعجل القدر ده. انت عارف طول عمري يا زكريا يا ابني بعيد عن الطار، دمك ما قدرش اقول لك بعد عبد الله فجر، ما سابش طوبه ببيت العطار الا لما كسرها. وان الاوان انه هو اللي كسر. انا بقى ليه عند عبد الله طار ورا طار ورا طار؟ تخليش يا زكريا يا ابني الطار ينسيك اللي انت بتحارب عشانه. لو كان عمك صبري موجود كان قالهولك. مش هنسى. العزاء والدفنة والجنازة يتعملوا في سكات، مش عايز مخلوق يضرب اللي حصل، مش عايزهم يقولوا ان العطارين بقوا بيموتوا في بعض. اكيد يا زكريا يا ابني، عشان كده قلت العالي بيكفي على الكلام اللي قالته له رجايه، ما يجيبش سيرة حد في مصر إن الحاج صبري مات، خصوصا زينب هي سبب المصائب دي كلها. الله يرحمك يا حاج صبري، ما كانش يستاهل الميتة دي. مشكلة عم صبري إنه خلف شيطان وخلى ساكن وسطينا، وعشان تطرد الشيطان ده لازم تحرقه. وانا هبقى النار اللي تولع فيه. يا خاله هناء، سمعت انك عايزاني. خاله جاتك خلل. طب يا معلمه بلاش انت تجيب ست المعلمه على لسانك بالعلامه اللي في وشك دي. طب ايه يا ست الحته والحتت المجاوره؟ ابتديت تفهم لي يا واد يا تيك. اهو ده بقى اللي عاوزاه منك، الحته والحتت المحيطه. معلش مش فاهم، قريني الحوار عشان ابقى معاكي. قريك ازاي وانت بتعرفش تفك الخط يا مني؟ قصر الكلام، انا عايزه رجاله، بس الرجاله اللي بجد، الاشقيه اللي بيخلصوا مش اللي متعلم عليهم. ودول عايزاهم في ايه بقى؟ ان شاء الله هتسرحيهم ولا ايه؟ عايزاهم في اللي عايزاهم فيه بقى، مصلحه والكل هيرزق. المهم ما يرغوش كتير، ومش عايزه اي سؤال لا منك ولا من اللي هتجيبهم. المصلحه دي هتتم على انها عمليه كبيره تبع يحيى. رس الرجال على كده. اما بقى الموضوع ده لو مشي هتاكل ملبن. اما بقى لو ما مشيش ويحيى خد خبر بيه والكلام طلع برانا، ساعتها بقى هنقرا عليك الفتح. بس الرجاله دي ما تعرفش ابوها، وما بيتحركوش في اي مصلحه غير لما يبقى فيه المونيا، وخصوصا لو معاهم سلاحهم. طبعا عاوزاهم بسلاحهم. امال انا جايباهم ليه؟ يتصوروا؟ عموما ما تشيلش هم الفلوس، اللي هيعزوه هياخدوه، حنوران في جتتهم. المهم دلوقتي روح ظبط اوامر، وانا مستنيك عشان تديني التمام وخليك على اشاره مني. والاشاره دي امتى بقى ان شاء الله؟ لما يجي اوانها. يا هناخد حقنا بالذوق يا هناخده بالعافيه. تمام يا ريسة. يا هانم يا ست الهوانم، استاذنك انا بقى. كنت خبر ان الموضوع ده مش هيبقى خير ابدا. والنبي يا حسن ما نقصاش تانيب،
انتي ما شفتيش ابوي كان بيكلمني كيف؟ انا كل ما افتكر نظرته ليه ببقى عاوزه اموت نفسي. بعد الشر عليكي ما تقوليش كده، انا كنت خايفه عليكي قوي يا رحمه. هو احنا ليه ما مكتوب لناش نحب ونتحب زي بقيه الخلق؟ ايه اللي هتقوليه دي؟ انت هتكفري ولا ايه؟ حب ايه؟ احنا اخرنا نسمع حكاويه وبس. الورد والعرايس ديل في الحواديت، انما احنا هنا عايشين وسط اهالينا والجبل. عارفه يا حسني؟ انا كان نفسي انطق ساعة ما سمعت شعبان بيقول له دي خطيبتي واقول له لا انا مش خطيبته. انا حبيبة حسن. حسني عاوزاكي في خدمة عمري ما هنساها لك. خدمة؟ البقاء لله. الحمد لله انك بخير. بس ازاي ده حصل؟ قدره. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني عليهم. انا وصلت الرسالة اللي انت قلت لي عليها وطمنتهم عليك، وهم كمان بيطمنوك عليهم. الحمد لله هم كلهم كويسين. في ايه يا نادية؟ مالك؟ انت مخبية عني حاجة؟ حاجة؟ حاجة ايه؟ حازم كويس الحمد لله، خرج من المستشفى وكلهم كويسين والحمد لله. امال في ايه؟ انت مخبية عني ايه؟ نادية انا حافظك كويس. صلاح عارف ان احنا متجوزين وقال لهم على كل حاجة. والله العظيم ما اقصد ان انا ضايقك ولا حتى شايلك الهم، بس انت قلت لي ان انا ما اخبيش عليك اي حاجة وانا ماليش في الدنيا غيرك. هيدا عرفت هو ده اللي همك؟ اه يا نادي هو ده اللي هممني. اللي هممني اني ما اظلمش حد. هايدي ما تستاهلش اني اظلمها، ما تستاهلش انها تعرف خبر زي ده من حد غيري، ما تستاهلش اني ما اروحش وما اسالهاش. اعمل لك ايه؟ ايه اللي يرضيكي؟ انا لازم اكلمها ناديه.